معدن الحجر والجبس، مواد شكلت المنحوتات الفنية التي انطلق بها المعرض الفني الجوال للتشكيلي سعد شوقي، حاملا صرخات تطالب بوقف الحرب على سوريا والأمل بعودة الأمن والاستقرار ضمن محافظة درعا. المحطة الأولى للمعرض الذي حمل عنوان من تحت الركام كفى بدأ في مقر فرع درعا لحزب البعث العربي الاشتراكي مع الذكرى 47 للحركة التصحيحية، لينتقل بعدها بين محطات عدة. وتنوعت أعمال شوقي في مضامينها ما بين السياسي والاجتماعي والاقتصادي، مستخدما أساليب متعددة كالنحت على الحجر الأبيض وعلى الجبس والنحت بالمعدن، إضافة إلى لوحات التصوير الضوئي. أريج، فقراتنا الثقافية وأخبارنا الثقافية خلصت لليوم، ننتقل لفقرتنا التالية. ويحتفل العالم بعشرين تشرين الثاني باليوم العالمي لحقوق الطفل، والذي يوافق تاريخه التوقيع على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في مثل هذا اليوم من عام 1991 دولة. واليوم الطفل السوري هو أساس غد سوريا وإعادة أعماره، وبعلمه وثقافته بالمستقبل يضمن إشراق بلده. ما هي حقوق الطفل بالقانون السوري؟ وهل يوجد للأطفال المعوقين قانون خاص فيهم؟ وكيف بيتعامل القانون السوري مع الأحداث والجانحين وهي المحاور اللي حكينا عنها رح نتوسع فيها أكثر مع الأستاذة المحامية رنا ديب. يسعد اوقاتك، اهلا وسهلا فيكي. اهلا وسهلا فيكي اريج، وصباح الخير اليك. يا هلا، يسعد صباحك. بالبدايه خلينا نحكي عن حقوق الطفل اليوم، الطفل السوري ضمن القانون السوري. ما هي حقوق الطفل اذا بدنا نعرفها للمشاهدين؟ نعم. بدايه الطفل هو يعني بالنسبه للقانون السوري والتشريع السوري بشكل عام هو الاهم، وهو له الأفضلية دائما عندما يسن القوانين والتشريعات، فدائما مصلحة الطفل في القانون السوري تفوق جميع المصالح. إذا بدي أحكي عن حقوق الطفل في القانون السوري، بدي أقول أنه أهم مصدر تشريعي بالقانون السوري اللي حكى عن حقوق الطفل واللي أكد حقوق الطفل هو دستور الجمهورية العربية السورية، اللي أكد بمواده على الطفل، على أهمية الطفل وعلى حقوق الطفل. من إحدى حقوق الطفل اللي أكد عليها دستور الجمهورية العربية السورية حق التعليم وأهمية التعليم، إضافة إلى التعليم أكد على أهمية المواهب الفنية والكفاءات الفنية، وبأنه التعليم والكفاءات الفنية والمواهب الفنية إلى دور كتير كبير بأنه تطور المجتمع ونحو الأمام دائما. فهي من أول الأشياء اللي أكد عليها القانون الدستور الجمهورية العربية السورية. بالإضافة طبعا أكد على جوانب ثانية، أنه في عنا إلزامية التعليم الابتدائي وأيضا التعليم الثانوي بكافة أنواعه، تعليم مهني وتعليم فني، وقدم التسهيلات أمام الأطفال. أكد على الاهتمام بالطفل من النواحي الصحية، من النواحي التربوية والتعليمية. هي بالنسبة لدستور الجمهورية العربية السورية. ايضا في عندنا نحن اتفاقيات دوليه صادقت عليها سوريا تتعلق بالطفل. هلا نحكي مفصلا عن الاتفاقيات اللي كان صادقت عليها الجمهوريه العربيه السوريه اللي بتتعلق، وكانت يمكن من اوائل الدول اللي بتصادق على هيك طبعاً اتفاقيات سوريا. بعتقد في عندنا اتفاقيه منظمه العمل الدوليه اللي هي حددت يعني بما يتعلق بجانب الطفوله، يعني عم بحكي جميع الاتفاقيات جانب الطفوله باعتبار حديثنا اليوم عن الطفل. فحددت هي السن اللي بيحق لنا نحن نشغل فيه الطفل بالأعمال اللي تحت الأرض مثل أعمال المناجم مثلا، فهي حددت بسن 16. قبل 16 ما بحق لأي رب عمل، خاصة بهدول الأعمال الصعبة، الأعمال الخطرة، عمال المناجم، الأعمال تحت الأرض، إنه يشغل أي طفل تحت سن 16 سنة. والاتفاقية الأهم والاتفاقية المعروفة عند الجميع هي اتفاقية حقوق الطفل اللي حددت في بدايتها. هي الاتفاقية طبعا ألزمت جميع الأطراف والدول المصادقة على هذه الاتفاقية بالالتزام بكل ما ينص فيها من بما يتعلق بالأطفال، مثل أنه عدم التمييز بين الأطفال من ناحية مثلا سلطة أبويهم، مكانتهم الاجتماعية، ما بيخلينا أنه نميز بيناتهم. إذا كان والد فلان يمتلك مكانة اجتماعية أكثر من والد فلان، ما بحق لنا نميز بين الأطفال على اعتبار اللون أو الجنس أو أي اعتبارات أو اعتبار طائفي. فهي دعت إلى المساواة بين جميع الأطفال. هي من إحدى بنودها لاتفاقية حقوق الطفل. أيضا حددت هي، قبل ما نحكي عن حقوق الطفل لازم نعرف أنه مين هو الطفل أصلا، يعني كقانون كاتفاقيات دولية. فإجت اتفاقية حقوق الطفل حددت الطفل وقالت أنه هو كل شخص ما تجاوز 18 سنة من عمره
عمره، هذا لساته ضمن نطاق الطفولة وبيتحاسب كقانون كاعتبارات هو أنه على أنه هو طفل. يعني اليوم أستاذة لأي درجة في التزام بحقوق الطفل، ويمكن مع الحرب اللي مرينا فيها قديش أثرت الحرب على تطبيق هذا القانون؟ صحيح، الحقيقة نحن كتير جميل أنه يكون في عنا قانون بيناقش وبيأكد على حقوق الأطفال جميعا، ولكن الأجمل من هيك أنه هذا القانون ينزل على حيز التطبيق العملي. الحقيقة نحن دائما أنا بقول أنه في جهود مبذولة يعني من قبل القائمين على تطبيق القوانين، ولكن مثل ما تفضلتي حضرتك هلأ أنه الحرب إلى مفرزات كتير، إحدى هاي المفرزات هي أثرت سلبا، يعني هلأ نحن عم نشوف ظواهر كتير بشعة تتعلق بالأطفال. في قانون بيحمي ولكن التطبيق والمتابعة فيها تقصير، يمكن نتيجة الضغوط اللي نحن عم نمرق فيها، يمكن نتيجة الحرب، ولكن دائما نحن بنقول لا، لازم المتابعة أكثر ويكون تطبيق القانون بشكل صارم أكثر حتى تفرض عقوبات. يعني أنا بطالب أنه تنفرض عقوبات على المقصرين في تطبيق القوانين. إحدى هي الظواهر هي ظاهرة قديمة حديثة، ولكن ظاهرة الأحداث الجانحين، ظاهرة التسول وتشرد الأطفال في الشوارع، الحقيقة هي ظاهرة يعني على درجة من البشاعة. هدول الأطفال في ناس عم تستغلهم، عمالة الأطفال، أنه في بعض الأشخاص صار عندهم هي مجموعة من الأطفال بيتسولوا، ممكن بيحصلوا على مبالغ مالية، فهن من باب أنه بيصير عندهم مورد رزق لهدول الكبار، هن خلينا نقول أشبه بالعصابة اللي بتستغل هدول الأطفال. يمكن بالفترة الأخيرة انتشرت بشكل أكيد. أكبر هيك ظواهر للأسف. طبعا ظاهرة الأحداث الجانحين ظاهرة لا تتعلق بمجتمع معين، ولكن عندما يكون في ظروف حرب. صحيح. في عنا ظروف أزمة في البلد، أساسا لما يكون عندك ظروف حرب بالبلد بينشغل هدول التفاصيل لتشجيع يعني لتجيش الطفل، يعني بيتم استغلال الطفل بظروف الحرب. يعني تماماً. اليوم في عنا نسبة كتير كبيرة من الطلاب يمكن متسربين، لهيك وزارة التربية بالتعاون مع جهات أخرى تجاه الأهل بيكون في يمكن أساليب خاصة أو قانون خاص ليرجع الطفل على المدرسة. يمكن من أهم القوانين اليوم عم نحكي عن قوانين اللي تضمنها القانون السوري للطفل السوري، بس خلينا نحكي إذا بدنا نحكي عن الأطفال اللي عندهم احتياجات خاصة، ما بدي سميهم معاقين. تمام. شو اللي بيتميزه القانون السوري لهدول الأطفال؟ أنا بشاركك الرأي أول شيء أنه ما نسميهم معوقين، نسميهم ذوي احتياجات خاصة. ذوي الاحتياجات خاصة لأنه نحن كلياتنا ذوي احتياجات خاصة. صحيح. ولكن كل شخص بمكان معين بناحية معينة، فمن الغلط أنه مع العلم أنه القانون السوري جاء تسميته أنه قانون المعوقين. فهي فرصة أنه نحكي أنه عسى أنه يتغير التسمية بالحد الأدنى أنه تصير ذوي احتياجات خاصة. طبعا التشريع السوري ما أغفل هدول الأشخاص اللي هن ذوي احتياجات خاصة، ونص على قانون خاص بهم، هو القانون رقم 34 لعام 2004، حكى فيه عن كل حقوقهم وعن كل الواجبات اللي بتتعلق سواء فينا كأشخاص أو بالدولة كسلطة، يعني كيف هي لازم تأمن احتياجاتهم وتقدم التسهيلات. هو ما كان القانون خاص بالأطفال ذوي الاحتياجات خاصة، وإنما الأشخاص بشكل عام، ولكن اللي بيقرأ القانون وبيطلع عليه بيلاحظ أنه حتى الأطفال اللي عندهم احتياجات خاصة كان في لهم أكثر من تسهيلات، من مثلاً دمجهم بالمدارس مع الأطفال العاديين، تقديم التسهيلات لإلهم لحتى نحن نقدر نعيدهم، لأنه هي شو هي الإعاقة؟ هي نقص معين بجانب جسماني ممكن، بجانب عقلاني ممكن، بتأدي إنه يكون في يعني إعاقة عن ممارسة الأعمال اليومية اللي نحن كلياتنا بنقدر نمارسها بشكل أسهل. يعني فنحن لما بنجي من نص تشريعات إنه تقدم تسهيلات لهدول الأشخاص، فهون نحن بنساعدهم أكثر ليكونوا إن مثل الأشخاص العاديين ويمارسوا حياتهم بشكل طبيعي ويندمجوا بالمجتمع. يعني انه رعايتهم عشان ما يشعروا انه هن مندوبين. يعني تماما انه دمجهم بالمجتمع من اهم الشعارات المطروحه، انه دمج الطفل ذوي الاحتياج الخاص مع المجتمع، تركيز على تعليمهم، على في عندنا مثلا اعفائهم من الرسوم الجمركيه لكل الاشخاص ذوي الاعاقه بما يخص الاجهزه اللي بيستعملوها بشكل شخصي مثل الكراسي المتحركه مثل الادوات الطبيه، فهون انعفت من الرسوم الجمركيه، هذا نص عليه القانون بشكل واضح وصريح. ايضا انه يكون في عندنا مراكز طبيه من جهة أنه نحن عنا الوقاية خير من قنطار علاج، من جهة أنه يكون في عنا مراكز تكشف الإعاقة بشكل مبكر، لأنه إذا كشفنا الإعاقة بشكل مبكر ممكن نساهم أكثر بعلاجها بشكل سريع. فهي من أهم الأشياء اللي نص عليها قانون ذوي الاحتياجات الخاصة. أيضا لما يبلغوا سن معين ممكن يشغلوهم بدوائر أو عند أصحاب الأعمال بنسبة معينة اللي هي 4%، وبحال رب العمل
قام بتشغيل أعلى من هذه النسبة فهون بينحسم له من الرسوم الضريبية المفروضة عليه، فهذا نوع من التشجيع لأصحاب الأعمال أنه يشغلوا الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بمكان يناسبهم طبعا. يمكن أستاذة رنا حضرتك ذكرتي أنه القانون السوري عم بيكون منصف بحق فئات وشرائح معينة وخاصة فيما يتعلق بالأطفال، لكن تطبيق هالقوانين ويعني عم تكون ليست كما يجب. اليوم شو المفروض لازم ينعمل وأيضا الجهود المبذولة لحتى يتم تطبيق هيك قوانين ولحتى يكون الطفل يعني يعيش ضمن هالظروف اللي عم تمر في بلده أخذ كل حقوقه؟ مثل ما تفضلتي أريج، المفروض يكون في جهود مبذولة أكثر من اللي نحن عم نشوفها، المفروض يكون في متابعة أكبر. يعني نحن عنا إشكالية، يعني عدة إشكاليات الحقيقة. عنا قانون جيد ولكن عنا سوء في التطبيق، في عنا بعض الثغرات أيضا صحيح. في القانون، يعني مثلا نحن القانون حكى أنه مثلا الطفل المعوق لازم كذا وبنعمله تسهيلات وبندمجه مع المجتمع، بس منلاحظ أنه نحن الأشخاص اللي عم تأذي الطفل صاحب الاحتياج الخاصة أو اللي عم تسبب له أذية ما نص القانون على عقوبة تردع هؤلاء الأشخاص. هون أنا بقول إنه في ثغرة، المفروض إنه القانون يتعدل لصالح وجود عدة ثغرات، يعني التطبيق في قصور بالتطبيق العملي للقانون، في بعض ما أنه منصوص على عقوبات خاصة بالأشخاص اللي بتتعرض للمعاق، يعني حتى الأسرة أحيانا ممكن تلعب دور سلبي. نحن كثير بنعرف أسر يعني الحقيقة بتخجل من إنه يكون في عندها طفل ذوي احتياجات خاصة تماما. فبتحاول تخفيه عن المجتمع. أنا برأيي إنه هدول الأسر لما ينكشف هذا الأمر يكون في عقوبة منصوص عليها بالقانون، سواء عقوبة جزائية سواء غرامة مالية، مثل العقوبة المفروضة اليوم على الأهالي اللي ما بيبعتوا أولادهم على المدرسة. تماما، مثل ما التعليم إلزامي، إجراءات تمام. قانونية تتخذ بحقهم. اليوم يجب أن يكون في إجراءات قانونية تتخذ بحق الأهالي طبعا. اللي بيتصرفوا مع ابنه اللي عنده ذوي احتياجات خاصة بطريقة التعامل، بطريقة إخفائه، لأنه بتزيد من الحالة طبعا. النفسية والسوء يعني عنده. الأسرة هي العامل الأول في وجود الأطفال، سواء كانوا ذوي احتياجات خاصة أو أحيانا ما بيكون عندنا نحن طفل ذوي احتياجات خاصة، ولكن نتيجة التربية الخاطئة، نتيجة قصور بطريقة التعامل مع الأطفال، بيطلع عنا بدل طفل معاق جسديا بيطلع عنا طفل حدث جانح، عدم الإلمام بهدول المعارف يمكن تماما بسبب إهمال الأسرة بيطلع عنا طفل جانح بيرتكب جرائم. طيب مين بيتحمل هاي المسؤولية؟ الطفل بالنتيجة هو تحت سن ال 18، ومثل ما حكينا تماما يعني هلا هون الطفل يلي تحت سن الرشد هل له وضع خاص فيما يخص القانون السوري؟ طبعا أريج، له وضع خاص بالقانون السوري، لأنه لما طفل تحت سن 18 بيقوم بارتكاب أي فعل جرمي نحن ما فينا نعامله معاملة البالغ الراشد اللي بيقوم بارتكاب أفعال جرمية. بالنتيجة هو ما هو شخص هو شخص مذنب، أكثر هو شخص ضحية، ضحية أسرة، يمكن ضحية ظروف اجتماعية، ضحية الحرب اللي نحن عم نمرق فيها. حتى في جانب آخر، التطور التكنولوجي اللي صار هلأ ونتيجة انتشار بيلعب على أدمغة الطفل نوعا ما، يعني اليوم التطور التكنولوجي بيلعب على أدمغة الأطفال تماما، بيلعب دور سلبي بالبرمجة يعني. أكيد هو سلاح ذو حدين، فلما ما بيستخدم صح ممكن يخليه ينفتح على عالم كبير، بيصير في عنده طلبات كثيرة، طلباته أكثر من إمكانية أهله، فبيلجأ لوسائل تانية، يمكن بيلجأ للسرقة لحتى يحقق هو الأشياء. شو أهم يمكن البنود اللي بيتضمن القانون السوري خصوصا لأطفال الأحداث؟ يعني لما نقول تحت سن 18 يمكن عنده جرم، يعني ارتكب جرم معين، شو هي الأهم البنود تمام. اللي تميز فيها القانون السوري للأطفال؟ أهم البنود إذا بدنا نحكي بشكل عام يعني طبعا، بس حابة ألفت نظر شغلة، إنه نحن عنا الطفل من أول ما يولد لحتى سنة 18 هي مو مرحلة واحدة قانونا، هلأ في عنا لحد سن 10 هو شخص غير مميز أصلا يعني، فهون أي جريمة بيرتكبها لا يحاسب عليها قطعيا كعقوبة جزائية، وإنما يمكن أن يفرض تعويض أو غرامة مالية على ذوي هذا الطفل باعتبارهم هن المسؤولين عن جنوحه. ولكن بعد سن 10 ممكن يكون في عنا نوع من إذا خلينا نقول تدابير إصلاحية وليست عقوبة. برجع بقول لأنه الطفل ما بنقدر نحاسبه على أنه مجرم، إنما هو ضحية، فنحن بناخد بحقه تدابير إصلاحية لحتى هدف هاي التدابير توعي، تنشر ثقافة معينة ووعي معين بحيث يرجع يندمج بالمجتمع بالشكل السليم ويندمج صح بالمجتمع، لتعديل سلوكه فينا نقول تماما. يعني بيلعبوا على موضوع السلوك بهذا الفكرة
الفكره، بالفكره التوعويه. ايضا في عندنا معهد نحن ارتكب جريمه معينه ما بنسجنه بسجن مع الاشخاص الكبار، لانه وقت اللي ناقصه بيتعلموا. فهون لا، في عندنا معهد اصلاحي. هذا المعهد مثل ما تفضلتي انه بيقوم باعاده دمجه واعاده تاهيله بشكل تعليمي بشكل ثقافي لحتى يرجع ينخرط بالمجتمع بشكل سليم. اكيد في عندنا يعني نقص في هذا الجانب، نحن بحاجه اكثر للمعاهد، معاهد متخصصه، في معاهد ولكن بدها تطوير. تماما، بدها تطوير. يعني اليوم نحن نتمنى على الطفل السوري انه ياخذ كل حقوقه بالبدايه، وايضا ما يصير اي جرم واي غسل يمكن لادمغته. هذا الشيء بينطلق من الاهل ووعي الاهل يلي هن لهم تاثير ودور كثير كبير على طفلهم. نحن كثير نشكرك استاذه رنا ديب على المعلومات اللي اعطيتينا اياها وشرفتينا. شكرا لك، وانا كمان تشرفت فيكم. شكرا لك المحاميه رنا ديب. مثل ما قلتي قريش، يمكن اطفالنا اليوم هن فرسان الغد، فيجب رعايتهم بالطريقه الصحيحه.